صراط المتقين ليصل عليهما. أسرع على طفل يوسف رضوان طالب. بالمناسبة احنا اليوم خطار جايين من بغداد، فلوجة طبعا بغداد، جينا للموصل فشفنا الاجواء كلش حلوة. بالمناسبة يعني اول مرة تفاجأت بالاجواء والطبيعة الحلوة اللي عندهم والناس وحبهم لبعضهم، رجعوا والتموا ومسحوا الاثر القديم ولكن كل شيء صاير يعني. فشفت الطبيعة كلش حلوة يعني لا بأس، الناس ملتمة وراجعة. شنو حركة العالم موجودة هنا بالموصل بالفلوجة بالبغداد موجود؟ يعني تقريبا يعني رجعت كحال حال المحافظات الباقية. يعني من قلت لك أنا أول يوم أنا أجي هنا للموصل من الفلوجة جاي، فشفت الحركة كلش طبيعية يعني ما شاء الله، الناس فرحانة وملتمة ومسحوا كل الآثار اللي مضت، ولكن شيء صاير، حياة طبيعية وحلوة الحمد لله. اليوم جاي تسوق أنت من هنا للموصل؟ لا حقيقة جاي زيارة، لكن عجبني الوضع أنا أطلع للسوق أشوف هيك الناس وبشرية وملتمة و حياة طبيعية وحلوة. شفت البضاعة مال الموصل شلون؟ رخيصة وعبالك بالشورجة. لما تحب تهني بالعيد؟ بالبداية نهني الأقارب والأهل، هذا أول عيد راح يمر علينا، مو يعني مو يم أهلنا، بس إن شاء الله هم أهلنا بالموصل، فنهني الأقارب والأصدقاء والجميع المسلمية إن شاء الله بعيد مبارك، وعيدكم مبارك إن شاء الله وعيد أضحى على جميع العراقيين، والأمن والأمان إن شاء الله على العراقيين إن شاء الله أجمع، وبشكل خاص على أهل الموصل إن شاء الله ربي يحفظهم ويديمهم لبعضهم. والله أجواء مثل ما تشوف العالم بخير والحمد لله، وان شاء الله تدوم الفرحه على الامه الاسلاميه والشعب الموصلي خصوصا والعراقي. اسعار الملابس؟ والله الاسعار كالمعتاد يعني عادي، ماكو اي تغيير، اسعار مناسبه وعادي يعني. نوعيات بالعكس هسه حاليا النوعيات كلش زينه، وجاي يستوردون يعني من الخارج، فتحت الطرق وتوسعت والحمد لله والشكر. نتمنى ان شاء الله ان يديم الامن والامان على الامه العربيه، لان شفنا من الويلات الشعب الموصلي حقيقه شاف من الويل ما لم يراه اي شعب، ونتمنى انه يكون ايد وحده وياخذ بالاعتبار السابق اللي صار، كما قال الشاعر متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فالضروري انه التعاون وهذا هو المطلوب من الجميع. والله أحب أهني الشعب العراقي بداية عموما والشعب الموصلي خصوصا والأهل والأقرباء والوالدة والوالد الله يرحمه. Thank you.
معانا كم مرة قلت لك؟ شو ما شفت؟ تعال تعال اشوف اكل ما حلو اكل ما حلو حركة ممتازة جدا والبضائع ممتازة كله ماركات تركي والأسعار مناسبة يعني شيء مقبول والناس يعني إقبالها على السوق وعلى الشراء ممتاز الحمد لله والحركة طبيعية والأمان موجود والحمد لله يعني كل شيء متوفر والأسعار مناسبة يعني الكابوي التيشيرت القميص أسعاره مناسبة بحيث تخدم الزبون ونفس الشيء القطعة يعني قماشايتها وماركتها زينة وحاليا متوفرة البضاعة 99% تركي يعني لا عدنا سوري ولا عدنا صيني بضاعة مناسبة والأسعار مناسبة والشراء موجود الحمد لله والحركة زينة والحمد لله وشكرا. لماذا تحب تحني بالعيد؟ والله طبعا أهني أهلي أخوتي أمي أهني أصدقائي أقاربي الناس اللي أحبهم ونهني القوات الأمنية ونشكرهم اللي أن موفرين الأمن والأمان ومتواجدين يعني في سبيل حمايتنا يعني متعاونين معانا حيل 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 والحمد لله والله يديم الأمن علينا وعلى كل محافظات عراقنا الحبيب وإن شاء الله من الأفضل إلى الأفضل إن شاء الله. والله أجواء جميلة جيدة جدا يعني الناس أشوف الازدحام يعني قاعد تسوق فرحانة بالعيد اللي يجي بس نحن يعني فرحتنا نريد جانب الأيمن يكمل هاي فرحة العيد عندنا. والله إقبال الملابس يعني البسطيات يعني أسعار مناسبة بس شوية المحلات أسعار غالية يعني أي نعم. والله هني الأقارب الأصدقاء وهني الشعب العراقي والأمة الإسلامية كلها. المشكلة ما نجرب المشكلة.
المنطقة والله الشعب. الحياة راجعة، تطور، بضاعات يعني جايبين أهل الألبسة جايبين بضاعات جديدة، يعني أكو تطور. أيش شفت اليوم حركة الشباب، حركة العوائل بالسوق؟ والله حركة كلش طبيعية والحياة راجعة، ويعني أكو تطور. يعني تفوت على أبو الألبسة قبل يعني ما كان، هسه لا بضاعات يعني متنوعة وأشكال، يعني تشوف كثير شغلات. زين لما تحب تهني بالعيد؟ والله حب هني الشعب الإسلامي جميعاً والشعب العراقي وأهلي أكيد والجميع إن شاء الله. السوق زين الحمد لله، حياة العالم مرتبة مضبوطة كلها، رجع الوضع نفس ما كان الحمد لله، إنه أحسن من العيد اللي قبل حتى، يعني شيء مرتب الحمد لله. زين شفت شلون الملابس المودات النازلة هسه؟ الملابس زينة حلوة كلها، إنه موديلات جديدة نزلت عن موصل من تركيا وهاي السوالف. أخذ ملابس أكيد شبابية وأسولف إنه تحضيرات العيد. لما تحب تهني بالعيد؟ أهني أهلي وجماعتي وكل أصدقائي واللي بقلبي. والله كلش مليحة، الأجواء طيبة والعيد، العالم قاعد تسوق واللي يشتري ملابس مال العيد وهذا، وكلش فرحانين بالعيد. حيل زينة، الأسعار حيل طبيعية يعني زينة، وريد شوية بعد أحسن الأسعار. شوية المحلات هم شوية مو مثل برا البسطات، محلات شوية أغلى. والله أتني أصدقائي بالشمال وأخوتي قرابتي كلها خارج بالشمال.
والله أجواء جميلة جدا الحمد لله، والعالم مفترخة ومتونسة كلهم موجودين، بس شوية الأسعار غالية لأن أكو عالم ما عدا، أكو عالم بخطية ما تقدر تشتري من وراء فلوس ما عدوم. والله الفصال كله زين وملابس زينة وما بيأكل قصرة. والله هني أصدقائي وأهلي وعمامي وجماعتي بالشمال كلهم وهنيهم كلهم. والله أخي العزيز بالنسبة للحركة حيل حلوة، يعني حركة قوية وأكو ناس تتبضع والحمد لله أمان فول وماشي الحال، بس شنو الأسعار شوية غالية والله. ليش يختلف هذا العيد عن باقي الأعياد؟ والله ماكو فرق، يعني عيد طيب والله إن شاء الله حيل حلو. تحضيراتكم بالعيد شلون كانت؟ والله ماشي الحمد لله، الحمد لله والشكر، كله محضرة الحمد لله والشكر. أي والله. لما تحب تهني بهذا العيد؟ والله هني كل قرايبي وكل الشعب العراقي بصورة عامة يعني زين، وهني ولد عمي وولد عمامي كلهم. أيوة. أهم شيء الوالدة، بعد روح الوالدة. من هنا علي انطي هو محمد Thank you.